السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث من هنا من منطقة الهراويين. العديد من المشاهدين الأوفياء ديال مغارب نيوز تبعوا معنا واحد الحلقة من الحلقات اللي كانت مع الشباب ديال منطقة الهراويين. فاليوم رجعنا لمنطقة الهراويين، جينا عند صلاح. وصلاح يعني من حسن الصدف انهم جوج نفس الاسم، صلاح صلاح. هاد الشباب هادو بغيناكم تعيشوا معنا القصة ديالهم، لانها قصة مؤلمة بزاف، يعني صراحة قصة كتقشعر لها الابدان. صلاح اللي حدايا الان على اليسار ديالي هو سجين سابق، يعني دوز العديد من العقوبات السجنيه، تاب ولله الحمد كما غتسمعوا اللسان ديالو. كيعيش بعض المشاكل الان، هي مشاكل صعيبه بزاف، ولكن الغريب عاوتاني كاين واحد الحاجه اللي كتشركهم هما بجوج، هو انهم شباب بدون بطائق هويه. ياك سي صلاح. يا اخو السلام عليكم. خوت انا بعدا راه كنعاني من هاد اللعيبه ديال لاكارت بزاف، كنبغي نمشي نخدم نعاون والدي في شحال من حاجه. الوالد عندي انا كيتكرفص في الكرا بزاف، خدامه في قيصريه طابله ما عندوش منين غادي يجي. انا كنبغي لاكارت باش نمشي نخدم، كنفيق مع الدراري مع الصباح، نمشي ندفع معاهم سيفيات بسميت لاكارت ديال الوالد، باش نخدم باش نعاون الوالد. كتولي دافع بسميت بو. كنطلع سيفيات بسميت الوالد، وهي شحال من مره كيعيطوا للوالد كيقولوا لهم لا راه ولدي ولد دافع سميتي، ولدي ولي باغي يخدم، كيقولوا لي لا سيدي. بحال هكا هادشي كيوليو راه دينك. كيوليو راه ديني، هادشي بزاف. عانيت منه بزاف. عانيت منه بزاف والله. وفي نظرك علاش ما تصوبتش هاد البطاقة ديال لاكارت ديالك؟ علاش ما تصوبتش؟ ما شهادة السكنة، ما كايناش عندي شهادة السكنة، شهادة السكنة دابا حنا راه كاينين. إلا بغات مولا الدار تعطيك شهادة السكنة تقول لك أنت غاتولدني في الدار. وما يمكنش حتى هي تعطيك من غير لك تيشاري ولا راهان ولا ولا بغات دير معاك مزيان توقف معاك كاع تعطيك واحد العقد بينك راك غادير شهاده السكنه، ولا كتقول لك انا ما نقدرش نعطيك. كتخاف كتقول لك انا ما نقدرش نعطيك. والضحيه هما نتوما يعني. وحنا كنبقاو فيها ضحايا وكنعيشوا واحد. شحال عمرك دابا انت صراحه؟ 22 عام. 22 عام. 22 عام ما عندكش بطاقه. ما عنديش بطاقه، عمري مشيت تصايبت بطاقه الوطن. كتسمعوا معنا فاحنا في الألفية الثالثة في 2022 كنسمعوا شباب باقي ما عندهمش بطائق ديال الهوية، مع صراحة المواطن هو اللي غادي يتكلم في هاد المسائل والمسؤولين. معنا صلاح، صلاح اللي أنا بغيت نسميه السجين التائب، صلاح اللي غتسمعوا معنا القصة ديالو كذلك. وكنقولوا الغريب في الأمر هو أنه لحد الساعة كذلك ما عندوش بطاقة ديال الهوية. صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صلاح عيطتي علينا باش تشكي نشاركوا معاك المعاناه ديالك. صلاح قول لنا شنو راه صونيت عليك حيت هذيك النهار جيتي انت قلتي لنا وقت ما احتاجيتوني بغيتو نعاونكم ولا شي حاجه صونيو علينا. حنا ديك النهار هذيك الله يبي درنا على ديك القبره، هذيك المراه المسكينه اللي توفات الله يرحمها. واش جبتو معايا هذا المشكل ديال البطائق ياك؟ انا ما عنديش لاكارت ناسيونال، انا كنطيح عليه، انا كنطرا لي واحد المشكل شديت واحد الشده، دابا جي شي مده 3 سنين دابا باش خرج. كان مشات لي لاكارت ناسيونال صافي، وتحولنا حنا مع كنا ساكنين في سكن عشوائي كريان، تحولنا للحلحال. فاش تحولنا للحلحال كيطلق هذاك المشكل ديال بيرمي دافيتي، خاص تكون عندكم نتوما الدار محافظه ومسجله الا بغيتي تصيب لاكارت. صافي بقيت على الطريق غير غادي بحال موكاي انايا كنت تندير شي حوايج كنا تنديرهم راه اي واحد غلط. انا بعدا كاين تنقول كدير شي حوايج راني غلطت فيهم. يعني دابا داك الحوايج نتيجه ديال الغلط ديالك. راني باقي دابا تنخلص، فدابا انا مابقاش عندي حتى المشكل في راسي، لو تنقول انا دابا ما عنديش مشكل. انا حيت كان طرا لي مشكل دابا مع واحد البنت وزادت عندي معاها بنيه. ودابا ما عنديش انا لاكارت، بغيت نصيبها لاكارت انا باش نصيب لبنتي الاوراق. دابا وليت انا تنشوش في راسي، انا دابا واخا في عمري 23 عام هاز الحمل ديال واحد دابا عنده 80 عام، تنهزها بنتي بين داعي بحال ما كتبقى تقول شوف انا ضعت، ودابا تشوف حتى بنتك غتضيع. يعني تقول شوف راه انا ما عشت داكشي اللي عش اللي
عاشوا كاع بنادم يعني في هذيك المرحله اللي دابا انا خاصني نكون باقي تنقرا، باقي تندير بزاف ديال الحوايج في حياتي. يعني عشتي مشاكل كبر من السن ديالك. انا كتغلط فيها ماشي يعني راه اي واحد تيغلط في السن ديال الوقيته ديال المراهقه ديالي، انا درت بزاف ديال الحوايج اللي خايبين، ما خاصني لا مع الله لا مع راسي لا مع العبد، يعني ما كنتش خليت ورقتي بيضه مع عباد الله. يعني دابا حتى انا ملي خرجت من الحبس اخر مره تديتها غير على المضاربه، ضربت فيها مده 6 شهور ديال الحبس. هذيك المده ديال 6 شهور خرجت من واحد الخدمه كنت مرسم فيها، دابا فاش خرجت جيت تحولت لهنايا، يعني دابا داك الشيء اللي كنت ندير دابا باقي تابعني، واخا انا ما بقيتش ندير حتى شي حاجه، تطرا شي مشكل شي واحد دار شي حاجه ولا طرا شي حاجه في ديك البلاصه اللي كنت ساكن فيها، تيصوني عليا بنادم الو راه واش درتي بتا درتي. دابا يعني واخا انا ما مديرش انا شي حوايج ما ندير ما بقيتش درتهم، يعني بعيد عليهم باقي لاصقين فيا، باقي معروف بهم. طرا شي بلاد قلتي لي بانك كتشتغل مع شي، دابا انا خدامه مع واحد الجزار ماشي يعني تيتعامل معايا واحد المعامله ديال معاك، يعني هو شاف يعني ماشي ما بانش لي يعني بنادم يضرب عليك واش هذا تقول هذا راه شي واحد كليمينير هادي هو بزاف تيخليني مسكين تيدبر عليا تيلوح لك ديك 80 درهم في النهار 70 درهم، هو مسكين هو راه ماشي يعني انا ما معلم ما هو بحال يعني ما غاديش يبغي يعطي لي بديك الطريقه باني تنسعاه بحال تتعاون معايا يجي يعطيني يدبر عليا باش انت ما تحسش براسك انك يعني انا تنسى. دابا انا الحاجه الوحيده اللي باغي انا هي نصايب غير بنتي الاوراق. دابا حتى البنيه ما عندهاش الوريقات، ما عندهاش الاوراق. دابا داك الشيء تنشوف انا بنتي حتى انا باغي نكبر، واخا انا باغي نعيش داك الشيء اللي ما عشتوش انا، والدي ما فحالهمش يعني ما استطاعتهمش، وانا داك الشيء اللي بغيت نعيش ولا حتى انا بغيت نشوف نلبسها نوكلها نشربها، حتى انا من تما غادي حاس براسي راه معايا بنتي في الطريق. وهذه هي الام ديالها ما تفاهمتش انا وياها، مشات خلت لي الدريه باقا صغيره دابا في عمر ديالها 5 شهور، يعني راه بنادم عايشه معاك في الدار دابا. عايشه معايا دابا امي هي اللي شادها ليا وهي اللي وبلا وريقات هذيك البنيه، لا ورقه ما بحال شي حاجه لا وجدها محطوطه دابا بحال شي تصويره محطوطه بحال موكاك، يعني ما غتكبر غتبغي تقيدها في المدرسه تبغي دير شحال من حاجه. حتى دابا انا شي حوايج ما مديرهمش تيبقى بنادم يلصقهم فيا، انا مدير هذا فاعل هذا تشارك، انا راه يعني حوايج داك المثل ديال راه والغوت وراه. انا بعيد راه اي واحد تيغلط في هاد الدنيا، راه ماشي حنا ملائكه ما غنغلطوش، راه اي واحد تيغلط. انا غلطت وراه كاين دابا اديتي الثمن ديالك، اديت الثمن يعني راه بحال داخل شي مرجان تنتقداو منه فاش تخرج تتخلص. انا خلصت على اي حاجه درت، ولكن راه باقي مع البشر ومع هذا ديما انا يا في عند بنادم راه داير فاعل. ما بغاوش يوقروك دابا. ما بغا ماشي دابا حتى ما بقيتش انت دابا وليت نعس انا تنقول شوف يعني بنادم تندوز طلع على الطوبيس يضرب عليك بنادم تيشوفو دابا داك الوشام اللي في يدك دابا تيقول هذا راه شي واحد قد شي واحد هذا، يعني راه الا ما عشتيش مع بنادم ما تحكمش على الديفتار من الغلاف ديالك. راه كاين شي دفاتر الغلافات ديالها مقادي، وكلا مشيتي حتى حليت هذاك الديفتار راه ما غتقرا حتى حاجه ما غتفهمها في هذاك الشيء. ولكن واحد القضيه وانت غتكون متفق معايا فيها صراحه، غادي تعذر الناس مثلا ملي غيشوف مثلا وراه بصح راه انا بنادم ملي تيكون غادي حدايا هاد التليفون شي بالي تلاح راه يعني ضرقو ولا شي حاجه انا كتحس براسك بانك ندمتي انا ماشي راه ندمت، راه دابا انا ملي تبغيت نحيد هما يعني تيقول لك بنادم راه خاصك شحال باش تحيد، مشينا بغينا نخرجوا من هنا نحرقوا مشينا جمعنا فلوس مشينا لواحد الجديده بغيت نحرق هادو ولو ناصبين علينا في الفلوس ورجعنا عاوتاني وهذاك اللي نصب علينا ما علمش علينا منين جبت هذوك الفلوس هذوك مشات تسلفت بهم امي وانا عشت فيهم بعدا كاين العذاب ديال الله والحق. مشيت لو عندنا في الحلحال كانت الديور ولا تيتبنى نز مع بنادم مره ما طلع عليه شط روازيان ثم ثلاثه الناس اربعه الناس يعطيكم 400 درهم تنشد هذيك ال 100 درهم في يدي 70 درهم 80 درهم وتنقول الحمد لله حيت انا درت شي حوايج خايبين راه خلصت عليهم، ولكن رفع عين دابا ديال بنادم وفي داك الشيء اللي تيفكر فيه راه باقي قدامه راه مجرم ما عاد دابا هما الاجرام شي صاحب يعني بنادم ضرب عليه وشام ولا هذا صافي هذاك راه مجرم هذاك راه بغى يبين قباحته بالوشام هذا راه ما خاصك تعيش داك الشيء اللي عشت انا عاد تحكم عليا يعني انا راه درت واحد المراهقه واش مع شي دري قلت العقل يعني دابا مني ولكن دابا العقل ملي يحضر حضرت ملي زادت البنيه قدامي وهذا وبغيت انا نعيش انا اب وهذا بغيتي تبدل
ما خلاونيش ما خلاونيش عطاوكش فرصه نتقلب يعني ما عطاوكش فرصه ولاو مكرهيني في حياتي وليت الجامع بعض المرات ندخل نصلي والله يا خويا بنادم مابقاش باغي ندخل نصلي تشكون انت تحيت يدير لك على يدك بحال ما هكا وتدخل الجامع ومقابل مع الله وبنادم قابلك بحال ما هكا في يد ما فهمتش واش في الجامع غندير شي حاجه ما يعني تتحي هو يعني راه خاصو يتخشع مع الصلاه ديالو ما خاصوش يبقى يدور في عينك تيشوفك تدور في يدك تيدير فيك ها ما واش داخل تبزنس وسط الجامع ولا ما فهمتش انت داخل تادي واحد الواجب بينك وبين الله يعني راه عرفت الغلط اللي بينه وبين الله بغيتي تشوف بغيت نشوف واحد واحد النهار انا خارج من الجامع كلمه اللي قال لي سير طلب الله يغفر لك زعما بحال راك انت ما هذا داير شي وحش ولا ما عرفتش شنو هو كي تيشوفك هو بنادم راه كاين شي واحد داير راه الحياه ديالو ما عرفتش شنو تبقى في حداه كانوا الريح الذنوب تيعطيو الريح راه ما تقولش كاع حدا عيبط انا درت شي حوايج وخلصت عليهم انا دابا الحاجه الوحيده اللي تنطالب انا بعدت من السطح وبعدت من المشاكل اما بقيتش نادي حتى شي واحد راه نحط لبنادم على شي حاجه ديالو انا وليت دابا طالب غير نشوف ونخص راسي ونصايب ورقات ونشوف بنتي تنكبرها قدامي ودخل حتى بحال الناس ما بغيتش انا بنتي تكبر ويقولوا لها سيري بطل حرام سيري ما هذيك ما بقي نمشي نفضل نموت وانا في هذا اللاج وما شفتش بنتي تتعذب نطلب الله انا كاع لا كانت بنتي تعيش مع الدبا والله ما ينقص لي انا في حياتي نموت انا وتعيش هي بخير حيت تشوف الدري انا نوريها لك باش تيق ماشي ديال التكرفيس يعني والله يا خويا ما تنشد انا تجيني البكية والله ما ديال التكرفيس الدريه ها يا شوف والله ما ديال التكرفيس راه مني باش ميش هذه البنيه مسكينه هذه سميتها الوجين والله يا خويا ما ديال التكرفيس وحق الله راه بعد ما تنهزه والله يا خويا تنبكي تجيني وحق تنبغي ما تنبقاش قاد كاع نشد تنبغى نحط نعطي راه جاب انا جاب الله بس بحال داير شي ذنب هذيك البنيه راه داير ذنب يعني دري ما مكاتش لها انت لا مستقبل لا والو جيتي غلطتي وقع شي وحده هي ما عندهاش العقل وغلطاتي معاك صافي مني هي حطت لي الدريه وزادت يعني دابا كون كانت امي ما معاياش في الدار شكون اللي غيشد هذيك الدريه غتلاح الزنقه يعني هذاك الشيء اللي تنعيش فيه انا ماشي تنعيش يبان لي بنادم انا راه واشم واقف تقول هذا راه صافي راه ما مقياس ماشي معيار هذا راه ماشي معيار هذا ماشي معيار مشاهدين ديالنا الاوفياء قبل ما ندوزو عند صلاح باش يحكي لنا كذلك على بعض المعاناه اللي كيعانيوها الشباب هنا ديال الهلاويين وانا جيت المنطقه هنا وشفتهم شفت الشباب تبارك الله شحال ديال الشباب شادين غير راس الدرب كما كنقولوا وهاد الشباب هما في حاجه للمساعده قبل ما نحكموا عليهم نعطيوهم واحد الفرصه نتعاونوا معاهم نقفوا معاهم شي حوايج مثلا راه عاودوا لنا بزاف ديال المشاكل منها كيتكلموا قال لك حتى ملاعب القرب ما كايناش حتى داك البديل كما كنقول البديل اللي غادي يحاول انه يفجر فيه هذيك الطاقه ديالو هاد الشباب اللي كاين هنا كيقول لك ما كاينش وكيف ما قال صلاح ف ماشي مقياس ان مثلا نشوف واحد الانسان في الوشام او مضروب في وجهه او قدر عليه الله علم الله كيفاش كاين اللي مثلا غير زنقه طاحت عليه مثلا واحد شي حاجه طاحت عليه تجرح في وجهه كنولوا حنا كنشوفوا في واحد الشوفه ديال انه مجرم راه و تيسمعوا ديك اللعابه ديال الهراويه المشروع تيقولوا دابا راه ولاد الهراويه راه شفاره راه والله تي كاينين شي دراري هنايا قارين وشبعانين ضايعين وضايعين تجوك في حدات يقول لك انا حياتي ضايعه ما عنده لا فين يخدم كاين يعني راه في اي بلاصه مشيتي غتلقى بالوحدين زوينين يعني راه في اي بلاصه وكاين الدراويين خصوصا الدراويين راه بنادم فيه راه ضايع عليه نسمعوا صلاح صلاح اخرنا عاود لي على المعاناه ديال الشباب انت الحمد لله باقي ما عمرك دوزتي السجن الحمد لله كنتمنى انك ما عمرك دوزو ان شاء الله ما معمرش براسي باش فهمتيني واخا ما عنديش واخا ما عرفتش شناهو فهمتيني كنحاول نجمع الله يسمح لي حتى لدرجة واحد كتوصل بك العظم كتقول لي راه غنشفر كنلبس برديله وكنلبس ما عرفتش شناهو وكنتم غادي كنقول في واحد الدراري كنسى داكشي فهمتيني ما بغيتش نمشي نضيع راسي على شي حاجه ما كاينه حيت شتي الصديق ديالك اللي هو صديق لا شفت صحابي كاملين ضاعوا كويريه قارين ما عرفت شناهو وضاع وضربوا الحبس وضاع فهمتيني مساكن اللي كتشوفهم من بعيد كتقول الدراري عندهم ضايعين شي في الحبس شي في السبيطار والسبيطارات ما كاينين واغلبيه الناس عندنا هنا باش كيفاش تتبلاكم كانوا ملاعب القرب
ما لاعب اركم كانوا راه بغيت باش عادي ديال الناس ما غيتبلاوش عندنا، ما غتسمع هذا لا كيشفر لا هذا كيخطف لا هذا بزناس، ما غتسمعش يعني هادشي. المنطقه باقا محتاجه بزاف الحوايج، المنطقه عندنا باقا محتاجه بزاف الخدمه، بعدا كاين خاصه الخدمه ما كايناش، الشباب بيطاله بزاف عندنا والله، عندنا بنادم بزاف كتفيق في الصباح كتكون في راس الدرب كيبان لك هذا جاي هذا غادي هذا جاي، بنادم ماشي نفس السره ما عادش الوجوه نفس الوجوه ما كاينش شي واحد فهمتيني قليل اللي خدام الله يسهل عليه كنتمناو ليه الخير حتى داك خدم باغي يمشي حتى هو، ولكن حنا راه عندنا شي اكراهات بزاف وعندنا الدراري هنا ضايعين بزاف لواحد الدرجه اللي ما كايناش، كاين دراري كويريه دراري ما عرفتش كاين اللي عنده عقل ديالهم خدموا في شي حوايج وهو ضايع ما لقاش اذن مساعده وحنا دابا حنا كنعانيو دابا انا بحالي انا باغي تخرج تخدم وبطاقه ما كاين انا باغي والله الا باغي نخدم باي طريقه اي طريقه نخدمها شي يقولوا لي ما عرفتش شنو حاشاك تسرح اواد نسرح بس نخدم حتى انا يكون عندي واحد السالير في السيمانه ولا في الشهر انا راسي كنشد واحد السالير وفرحان نجي للدار غادي يشوفني الوالد ها ولدي وي راه جا مخدمه فرحان واش كتدخل لداركم من الصباح ليل الصباح احداهم يعني انت عاله على الوالدين ديالك هما كيبقاو يشوفوا فيك انت كيشوفوا فيك هو كتضيع هما كيتالموا حتى هما كيتالموا بك كندخل انا بعض المرات كندخل كنلقى الوالد كيبكي علاش كتبكي الوالد ما كاين والو ما كاين عوين مسكين لا ماشي ما كاين والو ماشي القيصريه جيت ولدي راه ما جابش واش نقول لك واش غتبكي صافي هذاك هو رزقك الله بغاك اليوم ما تاخذ ما مكتبش لك شي حاجه غتجي غتريحاني نود داك الشيء اللي كان غناكلو واحد مره عاوتاني شي هو من الزنقه جاي كيبكي راه هما الدراري يسولو جاي كيبكي مالك الوالي والو صافي ولدي قول لي مالك لا ما بغاش نقول لك صافي شي طلع الاخت ديالو مريضه علاش قولي على الاخت ديالك اللي مريضه بمرض خير وعندي واحد الدري اختي انا نقدرش نقولها لكم صافي خليك فتح لنا قلبك واحد الاخت ديالو مسكينه مريضه بمرض خير عندي اختي مريضه بزاف خاصها كل هذا تحيه لها من الراس فتح لي عند الما في الراس خاصها من العامين ولا ما عرفت من العام خاصها دير عمليه بشي 5 مليون في السنه ومنين غتجي هاد الوالد وهاد الوالده ها منين غتجيبو سي صفر انا باش نعطيها ليها وخاصها عاوتاني تيو تيو كيدير مليون العام وفتحها عندي انا وفتحها انا وشنو مشي صفر مشي العام ثاني ما باغيش ندي درعي عباد الله ما باغيش نضيع انا كنشوف راسي ضايع ما باغيش نمشي للحبس مشاهدينا اوفياء يعني هادشي هذا مباشر هادشي مباشر وكتشوفوا ما كان حتى حاجه ما كنحيدوا هذاك الشيء المباشر كتسمعوا هاد الشباب هادو اللي كيضيعوا يعني هذه رساله قبل ما نحكموا على الناس ناخذوا عليهم واحد الفكره حاولوا نتقربوا منهم قبل نتقربوا نجيو عندهم نشوفوا نعيشوا معهم المشاكل ديالهم نعيشوا معهم الهموم ديالهم نعطوهم البديل عادي يمكن لينا ديك الساعه نحاكموهم ديك الساعة اللي دار الدم يستاهل العقوبة صراحة شنو الرسالة ديالك وشنو شنو 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 كتمنى دابا انت صراحة الحاجة الوحيدة اللي كنتمنى انايا تصايب غير لاكارت ديالي انا ما بقيت باغي حتى شي حاجة في الدنيا والله ما بقيت باغي حاجة في الدنيا من غير ديك البنية نصايب لها وريقات ديالها حتى هي وتولي حتى هي تولي انسان حتى هي تولي حتى هي محسوبة علينا فوق الارض تا هي ونكبر تكبر قدامي شوف بنتي غير تحبو قدامي تا انايا ونتا داكشي كامل اللي دارت عليا ماشي هي داكشي انا درتو لراسي ماشي دارو ليا بنادم انا اللي تبعت واحد الطريق كان هي من تبعهاش اللي كانت الطريق كان عليا تا انا نمشي للجامع ونمشي نقرا مدرسة كون بزاف ديال الحوايج نديرهم تا انا في حياتي كون قاري كون بزاف ديال الحوايج ولكن الحاجة الوحيدة اللي كنطالب بها نصايبو غير لاكارت ديالي يعني ونخدم والحاجة الوحيدة صافي هادشي اللي تما اما راه تشوف شي حاجه يعني هذيك تن من غير تسمع هاد الظروف ديال هذا غتنسى داكشي اللي عايش فيه انت يعني غتقول انا راه بنتي ولا كارت تشوف واحد حياته هو كلها تا هو انت سمعتي راه غتنسى داكشي اللي عندك كاين شباب باش نصبر احنا بعضيات كاين شباب بزاف مشى الشباب مشى انت راه بغيتي تخرج للزنقه معنا للبر غتشوف غنديك للدرب عندنا وتشوفها يعني عارف شطر ثلاثه انا ما تنقولش لك وين كاين غنديك انا شطر واحد غتشوف المعاناه ديال بزاف ديال الناس يعني راه بزاف ديال البيطاله مريحين لا خدمه لا ردمه لا حتى شي حاجه بنادم درهم درهم ديال الصباح لا باغي ينوضي على كارو راه ما غيلقاش منين يجيب ان حنا راه بنادم انه والله يا خويا ما عايش راه غير تنتنفسوا حنا غير متقلين على الكره الارضيه حنا انه والله ما عايشين بالله
حنا راه بنادم تيبغي يقضي ينوض من الصباح يدفع السيفياش، حنا دابا الا بغيتي تمشي للحي الصناعي راه خاصك طاكسي، طاكسيات من هنا من المشروع عاد. يعني حي الصناعي ديال حي مليرش الاقرب حي الصناعي، لو بغيتي تمشي عاوتاني حي ديال عين السبع خاصك ثلاثه طاكسيات، تشد طاكسي من هنا للحي ومن الحي العين السبع ومن الحي تشد طاكسي للحي الصناعي. يعني علاش حد ديال خاصك شحال ديال المركب ودفع السيفيات، وخصوصا ملي غنمشي انا كاع نفرض ندفع السيفيات غيقول سير جيب سير الداتي غيلقاك مدوس الحبس غيقول لك سير الحاليات. هو دابا هو دابا ديك سير الداتي كون كانوا محايدين لك سير الداتي صافي دوز سير مده العقوبه ديالك. دابا تيقول لك على 4 سنين ما تخدم ما دير حتى شي حاجه، وهاد 4 سنين اش غناكل فيها؟ اش غنشرب فيها؟ اش غندير في هاد 4 سنين؟ دابا بغيت تتحيد ديال ديك المده ديال بانني عاطيني ما ندير حتى شي حاجه، اش غندير فيها؟ وما يعطيوناش شي حاجه نديروها، يعطيونا شي مبادره ديال نبيعو، راه تدير طابله تدير ميزان تيجي لقيت تدير لك ميزان تيحقدك تيكرهك في حياتك تينسي كلشي تيولي صافي تقول تشوف انا راس المال ديالي داه ليا لقي اش غدير تيجي يمشي يديرك الطابله تيجي يدير لك الميزان تيخليو بقا تدور في عينك هادشي طلب يديوك شفرش يديوك بزنس يديوك اللي درتيها دابا في هاد الحالين في هاد القنش عندنا حنا تندير تمشي فيها ما عندنا ما والو. بنادم راه يموت راه بعرق بعرق، راه حنايا راه لما جبتيش راه ما كاينش اللي غيعطيك، راه حنا هاد البلايص اللي ساكنين فيهم راه ما عندناش منين غنجيب. حتى لو بغيتي تدخل السوق تبيع راه الهيروين كامل تتبيع، تلقى صحاب الخضار اكثر من اللي باغيين يتقدوا، بنادم ما عندوش باش يتقدى اش بيع انت تيجي ياخذ ما عندك كيلو ديال المطيشه، ترى صف كامل تبيع المطيشه ما عندكش ما عندنا حتى شي حاجه حنا، يعني ما كاين عميل ما كاين حتى شي حاجه ما كاين والو. حنا ماشي تنسعاو حنا ما حنا بالعكس حنا بغينا كتعالجوا مشاكل الشباب كتهضروا عليها. حنا دابا تندوي بألف واحد ود الهراويين ود المشروع ديال الهراويين اللي جايين محاولين من البشر في اي مكان كاين بحال هكا ماشي ابار عندنا حنا، ولكن حنا خصوصا هنا عايشين في قناه خرين، في قناه خرين كتلقى بنادم الشباب بحالنا ولكن عندهم واحد الحوايج كيتلاهوا فيهم، فضاءات ترفيهيه الدراري الصغار ملاهي ما عندناش هادشي هنا. دابا هادشي اللي من ورانا حنا شي صغير ما غيلقاش باش غيلعب، ولا ما لقيتيش باش غادي يلعب راه هو تا هو غيطيح لك المخدرات قريبه ليه الشيشان كيهبط يقضي طريفه ديالو وغيتمشي يطيح صافي. هادشي باش مشينا حتى حنا راه بحال هكا ما لقيناش باش نلعبوا، ما لقيناش اللي غيشدنا بايدينا يدينا كدا، راه حنا كنلعبوا كره وكاينين الدراري كوره كل واش الهوايه ديالو، ولكن ما لقيناش ديك المساعده اللي غدينا في الفجر وديك الطاقه ديالنا حنا ما لقيناش، ما لقيناش واحد المنطقه هاد المنطقه كانوا واحد الناس شحال هادي كانوا دايرين واحد المبادره ديال هز الشباب ترينيو بيه ما بقاتش هذيك فاش مشات بنادم ضاع معاها. واخا غادي نتابعوا معكم صراحه هذه معاناه كبيره وكبيره بزاف، ما يمكنش نلخصوها في حلقه واحده، اول جوج حلقات اول شهر اول شهرين، هادو مشاكل اللي كيعانيو هاد الشباب، هادو غير واحد جوج من العديد من الشباب اللي تلاقينا معاهم واللي تواصلوا معنا وكلهم بغى يتكلموا على المشاكل والهموم ديالهم، باغي حتى هما غير الحق في العيش الكريم، باغي حتى هو ينوض يحل عينيه يلقى مثلا فين يخدم يجي يتعاون مع والديه يتعاون مع خوتو يتعاون، يعني باغي يكون يخلق واحد الحياه، يخلق حياه ديالو. كيقول لك انا الرساله ديالي كما والدي جا ولدوني وهزوا واحد الرساله باش ولدوني انا، حتى انا بغيت نوصل واحد الرساله حتى انا وليداتي حتى هما يكونوا شي حاجه زوينه في المجتمع، ولكن كيقول لك ما كاينش فين. اذا كما قلنا هذه معاناه كبيره وكبيره بزاف، ما يمكنش نلخصوها كما قلنا في حلقه او جوج حلقات او ثلاثه، ولكن حنا اكيد غادي نعيشوا مع الشباب ديال المنطقه هنا، غادي نعيشوا معهم هاد الهموم ديالهم، وغادي نهزوها كما حنا كنعاود نقولها، حنا مجرد وسيط او منبر كتحطوا منه مشاكل وهموم، وكنحاولوا حنا كنسوقوها المسؤولين ولا المغاربه يعني اللي كيشاهدونا باش نحاولوا نلقاو حلول لهاد الشباب، حيت الهدف ديالنا شنو هو؟ نخلقوا واحد البيئه كما كنقولوا سليمه لهاد الشباب كلهم، يعني الشباب كلهم من طنجة للقويره. حنا الان كنتكلموا على واحد الشباب في منطقه ديال الهراويين، منطقه معزوله ومنطقه الكل كيعرف بان محسوبه منطقه نقطه سوداء، محسوبه نقطه سوداء، ولكن حنا ملي جينا تواصلنا مع هاد الشباب لقيناهم كاي شباب، يعني شباب واعي شباب ناضج
شباب اللي كيعرف ما له هو ما عليه اكيد كانت بعض الاخطاء بحال المثال ديال صلاح كانوا اخطاء ولكن كيعترف بانه خد الجزاء ديالو خد ما يستحق الوقت اللي كان كيدير الاخطاء ولكن اعترف في ذنب فلا ذنب عليه اذا او كما قال من اعترف بذنب فلا ذنب يعني هو كيقرب انه كان مذنب ولكن الان الوقت اللي بغى يتوب الله سبحانه وتعالى وبغى يبني حياه ديالو ها هو الان محروم من ابسط الحقوق هو انه البنت ديالو ما مسجلاش هو ما عندوش بطاقه وطنيه كذلك صلاح حدايا هنا كيخرج يبغى يخدم باش يعاون الاب ديالو اللي كما سمعتو سمعتو الدموع ديالو راه دموع الرجال هادي هذا راس ملي تفكرتو شحال كاري الوالد كاري 30000 اذا ما جابش 30000 في الشهر كي غادي يدير ليها راه ما كايناش هادي ما غتخش ليها انا نحط راسي بلاصه راه ما تخش ليها العمل واش انا فراشه ما حيرتيش نريو عليهم مالي الوقت ما حيرتي لهنايا ما حيرتش نقدم كما خلى الاخ صلاح كيجي حتى هو كيدير لك السلعه واخا خلو هذا موضوع اخر ولكن ملي غيوصل راس الشهر غتعقل عليك مولا الدار ما غتعقلش عليك مولا الدار الفلوس ديالك غتعرف هي الفلوس ديالك غتعرفش يعني عايش الترفيهيه وكذا كتقول لك فلوسي ما غتحس بك انت اللي مكون يا نهار واحد تجي تاخذ راحتك شي حاجه ما غتعرفكش تقول لك دبر راسك موت انت انا كنعرف 30000 ريال في الشهر ديالي تكون محطوطه على باش تبقى في الدار هادشي اللي اذا كما اقول دائما وحنا غادي نواكبوا هاد الشباب ان شاء الله كجميع الشباب ولكن الان خدينا على العاتق ديالنا ان شاء الله اننا غنواكبوا هاد الشباب وغنتبعوا الحاله ديالو ان شاء الله لعل وعسى ربما واحد ضمير يكون ان شاء الله واكيد موجودين الضمائر الحيه واحد الضمير واحد الناس اللي هما مسؤولين او جميع كل من لا من قريب ولا من بعيد يساهم انه هما كما كنقولوا حنا هاد الشباب ما جاوش الان باش باش يديروا واحد الخدمه وبغينا ما جاوش باش يديروا واحد النداء باش يقولوا معاونونا عطونا الفلوس ولا صيفطوا لنا ولا غنعطيكم الرقم ديالنا لا هما كيتكلموا على مشكل ديال الشباب ديال المنطقه بكامل ديالها فكيتمناو ان الاوضاع تغير وحنا كذلك بالدور ديالنا كنتمناو الاوضاع تغير اذا الى هنا سنأتي الى نهايه هذا البث المباشر على امل اللقاء بكم واللقاء ان شاء الله بالشباب ديال المنطقه فواحد الظروف اللي تكون هي مناخي يعني واحد المناخ يكون جميل بزاف الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي من هنا من بين جدران منطقه الهراويين ومع خيره الشباب اللي كتشوفوا معايا الحمد لله حنا وسط منهم عادي كيا ايها الناس اذا مره اخرى ما نحكموش على الناس قبل ما نجاورهم ونعاشرهم تحياتي لجميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن وتحية لجميع المسؤولين الشرفاء الأحرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.